الأعمال العامة لليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة لا يضاهيها في الفضل سواها من الليالي، وفيها تنزل الملائكة والروح بإذن الله تعالى، وهي من الغروب حتى مطلع الفجر، ويرجى أن تكون إحدى الليالي التالية: 19، 21، 23 من شهر رمضان المبارك. من الأعمال المستحبة فيها الغسل، صلاة ركعتين، في كل ركعة الفاتحة والتوحيد 7 مرات، وبعد الانتهاء يقول 70 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. وروي أن من فعل ذلك لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. الاستغفار والذكر والدعاء لمطالب الدنيا والآخرة للنفس وللوالدين والأقارب والإخوان المؤمنين، والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. قراءة الأدعية التالية: دعاء الجوشن الكبير، دعاء التوبة، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء مكارم الأخلاق، دعاء طلب العافية. قراءة السور القرآنية التالية: سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة الدخان، سورة القدر 1000 مرة. وروي أن يوم القدر مثل ليلته، فينبغي مراعاة حرمة أيام ليالي القدر والاشتغال بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.